لسه فاضل كتير يا جعران. الصبر الصبر يا خواتي، مجربنا. هو لسه فيه تاني؟ لما نوصل لاخر الطريق هنلاقي الركايب مستنيانا، هي اللي هتوصلنا لنجع الجبل. I'm not feel safe Mr. Fuhrman. Don't worry, this dump cannot do anything to us because he knows very well what we can do. Then don't give them the money before coming back safely. Oh, we have to reach him first. Right? كل الطريق واك 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 واك. ما تبطل رابطني باقي، خلينا نفهم بتقولوا ايه. العربية ممكن تمشي هنا جعران، ما تفكرش الطريق كله كده، قدامه شوية في جباب وجبال، ما ينفعش يمشي فيها إلا البهايم. I'm afraid Mr. Finn, we don't have enough weapons for our protection. If they want to do any bad thing, they will do it now, here, in the middle of the way. We leave the money in the car. Shit. We can't ask for any help. There is no signal here. I decide to continue this way. بطلوا رطب الفرنجي ده وركبوا الركايب، خلينا نوصل بسرعة. زمان كبارات النجع في انتظارنا. اسمعوني يا كبار نجع الجبل، كلكم عارفين اني اقل منكم، لكن عارفين كمان اني اتغربت عن نجع الجبل سنين طويلة في مصر. بطرت، وقول لنا عايز تقول ايه من حياتك المواسرة دي؟ انا قصدي اقول لكم ان الكنز اللي لقيناه لو الحكومة عرفت هيقولوا علينا تجار اسرار ويحكمونا ويدخلونا السجن كمان. مين اللي يقدر يحاكمنا في ارضنا؟ قصر الكلام، الفلوس اللي احنا عايزينها من الخواجه عايزين نعمر بها بيوتنا، نبيعه بالهداوه في السر علشان ما نقلبش الدنيا علينا. هيك في الخاشمك هتعلم كبارات البلد يتصرفوا كيف. ماضي صح، بس هو ما عارفش يتكلم وعايز يقول اننا لازم نبقى يد واحده قدام الخواجه يبان ان احنا متفاهمين عشان يشتري وهو مطمن. صح والله يا كبير النجع، ربنا يحميك. لما هو كبير البلد ابقى نقيه يا دخان يا ريس بن ده. وطي راسك من السكريمه. ما تخافش ما تخافش يا خواجه، دول تلاقيهم شافونا بيرحبوا بينا. اقصد ما فيش خطر هنا يا جوهران؟ لا لا ما فيش خطر ولا حاجه، الجبل كله ملكنا. على فكره انا لو حصل لي اي حاجه انت واهلك في اسوان في ايدينا. عيب يا خواجه، انت امانه في رقبتي وده واكل عيشنا ورزقنا، وليك عليا اوصلك مطرح ما جبتك بامان. انقتل انقتل وانا في حمايتك يا حسان. الكبير ملوش ذنب في قتلك يا ماضي. ذنب في رقبتك يا حسان، دم في رقبتك. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ماضي انقتل يا كبير من داري غدر بيه وهو وصينا،
وده مننا. واش منكم يا ناجي؟ منكم كيف يعني؟ كلنا عارفين انه مقطوع، هو واهله وناسه فاتوا النجا من سنين. السماضي رجع للنجا في حمايتي، يعني بقى واحد مننا يا بن داري. لا هو بالعافيه اياه، لا من عرقك ولا من نسبك، ده واد هامل ماليش اي عازه ولا عزوه. انا عزوت في دياب، وانت وقعت في الغلط يا بن داري ونقدت العهد اللي بينا. روح دور على اهله وناسه الطفشانين وقول لهم ليكم طار عند البنداري ويفرجوني هياخدوا طارهم كيف. حطوا الكلام دلوقت نتفاهموا فيه بعدين. الخواجه وصل، بس لازم تعرفوا اهل نجع الجبل ان ماضي دخل النجع في حمايتي وبكلمه امان مني، يعني بقى من عيلتي وبقى في حمايتي، واهله وناسه سابوا البلد وما عليهمش دم الحد فينا، عشان كده طار ماضي في رقبتي وفي رقبة عيلة حسان الحويطي، واحنا نعرفوا كيف ناخد طارنا. ناجي ادفنوا في المدافن بتاعت عيلتي. يلا يا رجاله يدكم معاي. الله يلا يا رجاله. رحم الله. او ماي جاد قتيل. قلت لك مستر فريمان الناس دي مالهاش امان. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. مرحب بيك يا جهران ومرحب بكل الضيوف. مرحب بيك يا مغاوري. لا 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 جهران، انا مش عاوز اشتري حاجه. استهدى بالله بس يا خواجه، تعال نقعد بس. تعال. لا 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 ما ينفعش. روح بس روح. انا لازم امشي من هنا حالا. يعني ايه تمشي؟ ها ما شايفين. استهدى بالله بس يا رئيس دياب، الراجل اول ما وصل لك قتيل. خليه يقعد، الا تعالى بالله العظيم اخليه يحصله ولا بلاش. اللي حسان يقول عليه من عيلته. مش وقت حساب يا بن داري. البضاعه قدامك يا خواجه، قدر قيمتها قدام كاميرات النجا. ومين اللي حيفصل معاه؟ انت يا حسان؟ انا ماليش كلام معاك الا لما اخد حق ماضي، وطار ماضي حاخده يا بن داري، بس بعد ما تتم البيعه. فكرنا مختومين على جفانا يا جعران. الحان يا جعران. اصبر بس يا خواجه، الا لقي لك حد يحمينا ويحميني معاك واقعد يدك. خش عنا يا رئيس حسان، عايزك تحميني من معلم بن داري وناسه. صبري نفذ يا جعران، عايز اتطور. خواجه لو جرى له حاجه قرايبي كلهم هيروحوا في الرجلين، وانا وسط خير وانتم قصدتوني علشان ابيع لكم الكنز. نزل سلاحك يا بن داري، الخواجه ضفنا. ايه في حماك دي كمان ولا ايه؟ ما دام الخواجه دخل النجع يبقى ضفنا وفي حمانا كلنا. ده جاي يستخفلنا ويشتري بتراب الفلوس. بين البيع والشراء يفتح الله، والمعروف ولا معروف ولا متلوف. ما دام جو الحد هنا وشافوا الكنز بتاعنا يبقوا عرفوا سرنا، يا يشتروا بالسعر اللي احنا نقولوا عليه يا يتقتلوا. دي اثارات مالهاش قيمه، احنا بنشتري تاريخ مش فخار قديم. انا ما فهمش انت تقصد ايه. يعني فهمك يا رئيس دياب، الراجل ده عالم اثار بيعرف التاريخ من الرسومات المكتوبه على الورقه والكتوبه اللي على التماثيل. فهمهم يا جهران، فهمهم ان الاثار دي بتاعت شخصيه مجهوله، ورغم كده انا هدفع كل اللي معايا. جو هات الفلوس من العربيه. روح معايا يا دياب. ماشي يا كبير. احنا هنقسموا الكنز على العائلات الثلاثه، وكل عيله حره في نصيبها، تبيعه تخليه هي حره فيه. وماله نقسم الكنز، كل واحد ياخد حته بالدور. وانا خدت ايه؟ بقول لك ايه يا سناري. ايه انا شايف ان الخواجه عامل حساب كبير قوي المعلم بن داري وخايف منه. يبقى العجل الزين يقول ايه يا اخوي؟ نصيبك على نصيبي ونحطه على نصيب بن داري ونخليها شروة واحدة. صح، وبالطريقة دي إذا الخواجة حب يظلمنا مش هيقدر يظلم بن داري ونبقى احنا الرابحين.
طيب افرض بنداري طمع في حقنا. لا بنداري ده مننا وعلينا ونقدر نتفاهمه معاه. عايزك تروح تقول له ان انا شاري خاطره وححط يدي في يده ويمكن نبقى كده طول العمر. عفارم عليك يا ريس عبادي عفارم. اي وقته خلي حسان يطق شرار. اسمع يا خواجه خليها شروه واحده. نصيبي انا واخوي عبادي حطه على نصيب الريس بنداري وكلنا خوات وعيله واحده ومصلحتنا واحده ومفيش اي فرق بيننا. براوة عليكم براوة. اهو ده التفكير الزين. كل الفلوس اللي معايا في الشنطه دي مفيش فلوس تاني. فتشت العربيه زين؟ فتشتها زين مفيهاش غير شنطه الفلوس دي. انا هقسم بينكم الانصبه انتم الثلاثه. عنك انت يا خوي الفلوس اللي في الشنطه دي نصيبي ونصيب المعلم عبادي واخوك سناري. نصيبك انت والمعلم عبادي واخوك سناري؟ وفين نصيب المعلم حسان؟ انا ماليش صالح. الفلوس في الشنطه دي حق نصيبي. نصيبي قدام اهو. عايز يبيعهولك يبيعهولك وحر. يلا يا دياب يلا يا عبادي. اتفضل يا كبير. يلا يا سناري. اتفضل يا معلم عبادي. معلم حسان انا معيش فلوس خالص تاني. وانا ما بيعش بلاش. البضاعه قدامك واديك عينتها. عايزها ادفع ثمنها. انت مش شايف انه خد الفلوس بالقوه؟ قول الحمد لله ان خلصت من شره. لكن المعلم حسان عمره ما كان غدار ولا طماع. جهران هتنقل البضاعه دي كيف؟ الحاجات الصغيره هناخدها نلمها كلها واحنا ماشيين، والحاجات الثقيله هيجي رجالة الخواجة يشيعوها. وانا بضاعتي متقيلة لما يجوا ياخدوها يدفعوا كد تمنها مرتين. معلم حسان انت ذكي جدا. عارف ليه؟ عشان عارف ان بضاعتي غالية مش رخيصة وعارف قيمتها. عايز تعرف ليه؟ الورقات دي قد تمن البضاعة كلها. صبح فاطر المعايم يا عميش. ها زمان الباشمهندس مناع جاي في الطريق وان شاء الله لو جه وما لقيتش وكلت البهايم هياكلك انت. صدق اللي سماك حصاوي بقى حمار. الباشمهندس مناع هيعرف منين ان المعاش دي ما كلتش؟ هتشتكي له اياك يعني؟ امال ايه طبعا. امال هو سموه باشمهندس ازاي؟ طب قالك انت انا رجيت في يوم من الايام وما كنتش فاطر فيه. اول ما يجي يبص في وشي على طول يقول لي انت ما فطرتش النهارده يا حصاوي. صح؟ اقول له صح يا باشمهندس عشان تعرف ان هو عارف كل حاجه. نقول لي يا حصاوي امسك امسك. نقول لي حصاوي بحكم يعني ما انت معرفه قديمه من الباشمهندس مناع من ايام ما كان في الجامعه وكنت بتخدمه في الشقه. الباشمهندس مناع يعني؟ لا انا ما اقدرش اقول لك على اسرار سيد مناع ابدا. ده كان يقتلني ويدفني تحت رجلين البهايم. اصل يعني كنت عاوز اعرف هو من اي مركز في محافظه سوهاج. اصل بيني وبينك يعني ما شفتلوش لا اب ولا اخ ولا اي حد من قرايبه بيزوره. بص يا سيدي اللي منتي هو في الاول كان ساكن في مركز سوق البلينه ولما ربنا كرمه دخل الكليه وراح كليه الجامعه الزراعه. هو من يومها هو قاعد هنا في سوهاج. وعلى فكره هو والد عز من يومه ومن عيله كبيره قوي. عز ايه اللي يخليه يشتري مزرعه مواشي ب 10 مليون جنيه؟ لو كنت سألت لبنفسك يا سيادة المقدم انت حكيت لك على كل حاجة بصراحة وهتلاقي كلامي مظبوط زي الورق اللي عندكم. يا سيدي مناع بيه؟ الحمد لله على السلامة يا سيدي مناع. ده رادع ماشي التباع بتاع مصنع العلف. يا سيادة المقدم أحمد سعيد رئيس المباحث يا ابن المحروقة. أقول لك إيه يا بيه؟ هتتفضل معايا على مكتبي أرسيك على كل حاجة بالورقة والقلم. اتفضل يا باشا. يا
منين قهوه مظبوط بسرعه يا ولد؟ احنا مش بنشك فيك لا سمح الله يا مان عبيد، احنا بس بنعمل تحرياتنا عن الشخصيات المهمه اللي ظهرت فجاه في محافظه سوهاج. انا عايش في سوهاج من ايام ما كنت طالب في الاعداديه في الباليه، ونقلت هنا من ايام الجامعه وكملت حياتي في سوهاج، يعني ما ظهرتش فجاه. بس لما تشتري مزرعه الحاج عبد الكريم وتدفع له 10 مليون جنيه كاش تبقى ظهرت فجاه. سيادتك تعرف طبعا اني خريج كليه الزراعه شعبه انتاج حيواني، ولما خلصت الجامعه وما لقيتش عندي مشكله في الفلوس قلت اشتغل بحر مالي. لا طبعا انت حر يا مناع بيه، بس من حقنا نعرف مصدر الفلوس دي منين عشان نكف البحث ويبقى ملفك عند الحكومه مستوفى وسليم. اظن برضك ان سيادتك تعرف من شهاده ميلادي يعني اني مولود في جنة. كان حقك تسال الاول انا ليه عشت موحود في سوهاج الفتره دي كلها. يا ريت تقول لي يا باشمهندس. انا اتولدت يتيم، الطار كان سعيلتي كلها ما خلاش فيها ولا نفر الا خالي. الله يرحمك يا خالي، هو قال لي ان احنا كنا اغنياء وان هو استلم ورثي وخلاه امانه عنده لحد ما اكبر واعتمد على نفسي، ولما حس ان الاجل قرب جابني واعطاني فلوسي. وايامها كنت لسه في ثانوي حطيتهم وديعه في البنك، ولما اتخرجت فكيت الوديعه واشتريت المزرعه. كل الاوراق دي شفناها ودرسناها. ليه الحكاية؟ فيه غلط عندي. حاجة بسيطة في شجرة العيلة بتاعتك. أنا سبب وقلت لك، أهلي وناسي ما لهمش ذكر عندكم، لأنهم لا كانوا بيعملوا بطايق ولا شهادات ميلاد قبل ما تولد. لما بحثنا على الكمبيوتر عن خالك الدكتور توفيق، ما لقيناش ليه أخت اسمها وجيدة، لكن هو فعلاً كان دكتور وبيشتغل في مستشفى عام بجنة. الله يرحمه ويحسن إليه. هو اعترف لي بالسر ده قبل ما يموت، قال انه مش اخ امي وانه كان صاحب ابوي. لما حرب الدار ولعت في البلد ابوي خاف على مرته الحامل وودها تعيش مع صاحب الدكتور ومرته، لكن الطار ما بيرحمش. أنا اتولدت في رقبتي دم، ولما خافوا عليا ادوني السهاج الدارة وسط عيلة الحاج عبد موجود. لكنه لقيت اللي ينكش عليا فبيعرف أصلي وفصلي. الخوف لا انقتل، هنقتل على قد ناس معرفهمش. ما تخافش يا باشمهندس، انت راجل نظيف وكل اوراقك سليمه وتقدر تشتغل براحتك، ويا ريت كمان تعمل لنا مشاريع كبيره تفيد بيها البلد. انا متشكر يا باشا لحسن ظنك فيا، ويا ريت المعلومات دي ما تطلعش بره الاداره. سيادتك عارف أنا عشت طول عمري مطرود بسبب التخلف والطار بدون أي ذنب، وجاي زمون برضك بدون أي ذنب. من هنا وجاي الناس مش هتعرف غير الباشمهندس مناع حسان صاحب أكبر مزرعة مواشي فيك يا سوهاج. كتر خيرك يا باشا، كتر خيرك يا أخوي، ربنا يكرمك. يا أبوي والله اتبهدلت يا مناع. اسم الحب شافوا أسير. إيه اللي جابك هنا؟ أنت لسه ما سافرتش الناجي عليه لغاية دلوقتي، المفروض تكون هناك عشان الطلبية. أنا عارف شغلي زي اللي بنظم حياتي، وياريت تقوم دلوقتي، الحكومة حاطة عين عليا من ساعة ما اشتريت المزرعة. الأسعار الجديدة اللي طلبتها أزعجتنا جدا، وكان لازم أجيلك عشان أعقلك أو أكشفك. ما احبش الاسلوب ده،
لاني ما بتهددش وكلمتي واحده، او طول عمري بعمل شغلي من غير ما حد يمسك علي حاجه ولا في ثغره تقدر الحكومه تخش لي منها. بلاش تكون انت الثغره دي وتضطر انا اسدها. ثغره؟ قصدك ايه؟ عايز تخلص مني؟ انا في الشغل ما اعرفش ابوه. قوم فز دلوقتي، وياريت تعمل نفسك متشبه علي ولا حاجة، وما تعملهاش تاني يا بنيامين. والله كبرت يا مناع وتعلمت تهدد. الظاهر انت اللي كبرت وخرفت وجاك زهرمر ونسيت من هو مناع حسان الحويطي، اللي لو في اي مخلوق مس امنه وسلامته بينمح من على وش الارض. اوكي، انا هستلم منك البضاعة في نفس المكان والزمان، وحيكون لينا حساب بعدين. عنب يا ممنوع. هو مين ده؟ ده واحد كان بيشبع علي. ما تشغلش بالك انت يا جابر، رجبه اللي جاب ابوك سدت نفسي. اطفطون يا جاموس ابيض هتعملون. احب اعرفك يا مناع دلوقتي ان التهديد اللي انت بتحدده انت مش قده. يبقى ما تعرفش مين هو مناع حسان. الجبل كله متحاوط برجالتي، وبإشارة واحدة من يدي الرصاص حينزل فوق راسكم زي النطرة. مصدقك، بس نرجع بقى للمهم. السعر اللي انت طالبه ما ينفعنيش لانه واقف عليا بالخسارة. خسارة ايه يا والد الخواجات؟ انت فاكرني مش عارف بتبيع الطن بكام لمعلمين مصر؟ اوعى تفتكر انك هتلغيني ولا هتلعب من ورايا. لا، انا اللي ممكن الغيك لان انا اللي معلمك، وهعلم واحد تاني أجدع منك وبيسمع الكلام، مش كده يا دياب؟ تحت أمرك يا خواجة، ومن دلوقتي اعتبرني الراجل بتاعكم في نجع الجبل. سلمني المخدرات وأنا سلمك الفلوس، وأنت وزعها بقى براحتك، إن شاء الله تاخدها كلها لنفسك. يلا مناع، خد أهلك وناسك وعاود على نجع الجبل، وفلوسكم هتوصل لأبوك كبيركم سي حسان. طب وكبيركم بنداري راضي عن اللي بيحصل ده؟ استنى بس يا عمي نتفاهم الاول. اسكت انت ولد اخوي. خلاص كفايه، بلاش تشمتوا فينا الاغراب. لما نعاود عن نرجع نبغى نتحاسب، وعيلتك كلها هتدفع ثمن الخيانه يا دياب. يلا يا عمي امر رجالتك يعاودوا عن نرجع. جهزوا نفسكم يا رجاله نعاود عن نرجع. معلش يا صاحبي ما تزعلش من عمي. وفر كلامك يا صاحبي واسمعني زين، الخواجة ده كذاب، ولما يدي لك الفلوس وبقى عدها بنفسك. سلام يا بندرية. يلا رجالة، يلا رجالة. برافو عليك يا دياب، طلعت راجل، بس كان لازم تقتله. لا يا خواجة ما اقدرش، دي وعرة قوي، ده البلد تتقلب مجزرة. حط الشوال هنا عرعر، اوعى سعدور. ده شوال عينة يا خواجة، لاجل ما تعاين البضاعة وتفحصها بنفسك. شم وتسلطن احلى حشيشة. ما انا عارفها، ما انا اللي علمت حسان ومناع يعملوها بالشكل ده، وهعلمكم انتوا الاثنين، انتوا بقيتوا رجالتي. لا انا عارف كل حاجة، مش محتاج علم منك. ما تخربطش في الكلام مع الراجل اللي عاوز يكبرنا. تعجبني يا دياب، عايزك تقول للرجاله بقى يحملوا البضاعه في العربيه. عرعر حط الشوال ده في عربيه الخواجه، وانت يا سعدون قول للرجاله يجيبوا البضاعه من هناك. يلا. لا فيش حاجه هتتنقل غير لما استلم الفلوس واعدها بنفسي. كون في علمك يا خواجه كل الرجاله اللي انت شايفهم دول في طوع انا مش في طوع عمي. بسيطه يا جاكوب، هات له شوال يعد فيه الفلوس. يلا يا رجالة البندرية
اركنوا سلاحكم وفي ظرف 10 دقايق اتحملوا العربيات بالبضاعة. يلا نروح نحمل الفلوس. لما يا رجال معلش يا خواجة تزعلش من همام والد اخوي لسه صغير برضك. يلا رجال همّوا. المجموعة دي تطلع من يمين الجبل هناك، المجموعة دي مع عم ناجي هتطلع من فوق وتلاقوني عند فتحة الجبل من الناحية الثانية. مجموعة الجمال عالتبة فوق، يلا يا رجالة والباقي يا جورايا. يلا يا واد هم شوية هم. يلا تلحلح يا بو اربط الشالجين. ايه ده يا سلامة الشوف يا خواج. سلامة مناخيرك يا اخويا، دي حنة معجونة. انتوا عندكم عروسة ولا ايه؟ حنة؟ حنتين دي حنة صح يا رجالة. اكشف على باب الباب. ارمي سلاحك، ارمي سلاحك، ارمي سلاحك. اوعى حد يقرب من سلاح. وانت نادي على ابن اخوك يجيب الفلوس تاني. اصبر يا خواجة انا محروق اكتر منك. وانت حسان اضحك علينا، ادينا سلاح واحنا نحصلهم ونخلصوا عليهم. قول ابن اخوك يرجع تاني لا طاير نافوخك. طيب طيب هات الفلوس يا همام، هات الفلوس. مالك يا خواجة زلالك ايه؟ خد فلوسكم ايه؟ ما عايزينهاش. ارمي سلاحك واعمل زيهم، الا شويه جرابيع زيكم عايزين يضحكوا عليا. ارمي سلاحك بقولك. ارمي سلاحك يا همام لا يقتلني. يكون في عينك يا خواجه، احنا عيله كبيره وممكن نجيبك لو كنت في كل التعبان. جاكم علموا الادب جدع ده. يعلمني الادب كيف؟ وسع عملنا ولا نقتل. خلاص يا همام خلاص، عايزين مننا يا خواجه ما فلوسكم خدتوها. انتوا كلكم اغبياء، وانت خيبت ظني فيك يا دياب. ده طمع مناع ارحم من الغباء بتاعتكم، وعشان كده لازم تموتوا كلكم. باول واحد بسرعة. شوفوا انقتل ولا لا؟ الخواجه مني هرب وما خدش الطاره. عمي يا مناح لو كان هرب تبقى مصيبه، ده خطر علينا كلنا. لازم اقطع عليه الطريق باليمه الثانيه وخلص عليه. عم ناجي طهر المكان وقول للناس اللي اتصابت عن ناجي وما تخافش علينا. حاضر يا مناح يا ولدي. ما تخافش اطمن، خلي بالك من نفسك انت. مناح خذني معاك يا مناع. اطلع ورايا يلا بسرعة.
جاكوب جاكوب اوه جاكوب الف خساره جاكوب كده تخدعني يا مناع هتدفع ثمن غالي يا مناع يلا رجاله شوفوا مين اللي وقع مننا ومين اللي اتصاب وشوفوا عمكم دياب يا دياب الحقني يا ناجي يا دياب الحقني يا ناجي دياب الحقني يا اخوي دياب سلامتك أموت. سلامتك يا دياب اموت يا ناجي سلامتك اخوي اطمن انت بخير الطلقه بسيطه أمام. جات في كتفك امام امام ولد اخوي يا ناجي اتقتل ولا لسه حي لا اطمن امام بخير راح مع مناع ولد اخوي ورا الخواجه بيطردوه وبإذن واحد أحد مش هيعاودوا إلا لما يكونوا جابوا أجل اسرع بقى شوية خلينا نوصل أصفار مش هسيبك ترجع الناجي عملنا أبدا اسرع اسرع مات ادعى رجاله ربنا يسلم وينصر رجالتنا قولوا يا رب يا رب قولوا يا رب يا رب يا رب نشكر رجل الأعمال البشمهندس مناع حسان على مساهمته وحبه لهذا البلد وأرحب بالخبير العالمي بروفيسور فاي هايزر الذي انتدبته المنظمة للإشراف على المشروع من أجل بيئة نظيفة Thank you. I'm here to thank you all in the name of our important organization, of which you see the extent of its activities all over Egypt, for more welfare for Egyptians and a clear environment for humanity. And to thank you all and promise you success. إني هنا لأشكركم جميعاً بالنيابة عن منظمتنا الكبيرة التي ترون امتداد نشاطها في كل ربوع مصر من أجل خير عميم للمصريين وبيئة نظيفة للإنسانية كلها أشكركم وأعدكم بالنجاح
شكرا على تعاونك مستر منان. شكرا شكرا يا ابو رفص غير وانا هايزه. الخوف من المسؤولية دليل على تقدير حجم المسؤولية، وده أول خطوة من خطوات النجاح يا مناع بيه. والله يا باشا موضوع ثقة الناس دي وأصواتهم أمانة، بتهيألي أنا مش كدة، وبعدين يعني أنا ملياش في موضوع الظهور والإعلام دي. شوف يا هانم البيه جوزك بيقول إيه؟ عايز يخيب ظننا فيه وينسحب من أولها. ليه كده يا مناع؟ ده أنت كان شكلك حلو وقوي. ها قولي له عشان ما كانش مصدقني. هي الحكاية بالشكل. طب نتكلم في الموضوع ده بعدين، وانا متاكد انك هتلاقي الموضوع بسيط. استاذن انا عشان عندي مشوار. سلام يا باشا، مع السلامة. باشمهندس مناع، لازم الهانم الجميلة دي مراتك. انا بروفيسور جاكوب فاي هايزر، خبير عالمي في البيئة والزراعة، والدراسات بتاعتي والابحاث بتاعتي بتدرس في كل جامعات العالم. أهلاً وسهلاً. أهلاً يا خواجة فرهنزر، مالك؟ واضح أنك تعرضت لحادث مؤلم. للأسف وقعت من على ظهر حصان شاي قوي، سبب لي فكسور كتيرة وسنوات طويلة من الألم. غلطان، كان لازم تاخد بالك برضك، ما هو مش أي حصان ممكن يتركب. بس الحصان لما يبقى أصيل مش لازم الواحد يستعجل في ضربه بالرصاص، لازم نتروى في ترويده. بس لو استمر في العناد بتاعه ملوش غير ان هو يترمي للاسود ياكلوه حي، لانه مش عارف مصلحته فين. بروفيسور معايا في انتظار حضرتك. بعد اذنك يا هانم. بعد اذنك يا جوهانس. بعد اذنك اتفضل. ظريف البروفيسور ده وبيتكلم عربي كويس قوي. مناع يعني شكله عايش في مصر من زمان، بس مش نظراته غريبة شوية ليك؟ كأنه يعرفك. وانت بتديله يدك يبوسها كده عادي؟ فاكر نفسك في جوهانسبورج اياك. اتفضل يلا قبل ما ناكل لقمة مع العيال. اتفضل يا خواجة. ميرسي. بروفيسور جرب وصل، هو ميعاده الساعة 5 بالظبط. قول لي مين اللي اختار الشقة دي للبروفيسور؟ دي شقة بتاعت الجماعة، بيستقبلوا فيها كبار الضيوف، وأنا هنا السفرج الخصوصي بتاع الشقة دي، وانا واجبي هرحب باي ضيف يقعد في الشقه دي لغايه ما يمشي. انت نوبي يا فلان؟ ايوه نوبي ومن كلبشه. لكن الغريبه ان حضرتك بتتكلم مصري زينا يعني. واتكلم نوبي كمان. مسكاجينا الناريو. مسكاجلا كمان. والله حاجه غريبه خالص. لا انا عايش في اسوان بقالي 20 سنه واعرف كل شيء عن نوبه ونوبيين. وتعرف البروفيسور فاي هايزر منين؟ بروفيسور صديق قديم، هو كمان بيحب مصر ويعرف مصر كويس. طب ان اذنك بقول له سيادته شرف. تيكر طيب. مدينا بالسلامه يا بروف. سربرايز مش كده؟ صديقي ومنقذي مستر فريمان. لا لا، انقاذ حياه البروفيسور واجب علينا كلنا، انت قيمتك كبيره قوي للانسانيه كلها. وانت فريمان اسمك بقى كبير قوي. نو نو نو، انا بلعب في الماضي لكن انت المستقبل. الزراعة يعني أكل وحياة شعوب، والحقيقة بتقول إذا ملكت طعام الناس حكمت وتحكمت. أوه إيه الكلام الحلو ده اللي وحشني. لما شافني وشه صفر وحمار واخضر ما بقاش مصدق عينيه. أكيد في خطة كبيرة للانتقام. الانتقام سلاح نستخدمه مش هدف نوصله. الأسباب اللي تخلي المنظمة تبعتك هنا في سوهاج بدل أسوان أكيد أسباب كتير، وأعتقد إن وجود مناع هنا له علاقة. فريمان أنا مش عارف كل حاجة، أنا وإنت وغيرنا في المنظمة لازم ننفذ خطوات. لن أقدم خطوة ولن أخر خطوة. أنا الخطوة بتاعتي بقى هنا في سوهاج إني أعمل علاقات مع الناس، أكسب ثقتهم بأي طريقة ممكنة. بس أكيد جواك رغبة للانتقام اللي قتلك وقتل جاكوب ورجالته. جاكوب، خسارة جاكوب. أنا أصريت يحطوا اسمه في اسم جديد، جاكوب فاي هايزر. يبقى أكيد في إصرار أكبر على قتل مناع. شور، ده كان سهل قوي بالنسبة لي وأنا في روما. أقتله، مش هو لوحده،
هو وابوي اتشينوا في حبل واحد، بس الاداره رفضت فكره الانتقام دلوقتي. ما هو نزولك في البلد اللي فيها مناع يعني ان مناع داخل في حساباته. حبيبي انا راجع المره دي ومعايا جيش كبير، وعيني مش على بلد صغيره زي سوهاج، فهمت؟ ارجوك ما تسالنيش تاني. اوكي 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 اوكي، انا بس عايز اطمن عليك. الحمد لله على السلامة يا بني. أنا قلقان يا نافع، ده بيت حسان وسرقته مش حاجة هينة، ولا ممكن هتعدي بالسهل. جمد قلبك يا كبير، واحنا هنسرقوا معزة ولا خروف؟ احنا هندور على تحويشة العمر، فلوس أو ذهب، ودي حاجة ما يعرفهاش إلا صاحبها، وممكن يكذبوا فيها. تحويشة العمر ده نعرفوها كيف يا فالح؟ هيكون تأسيسها وين؟ في الفرن ولا تحت الأرض؟ بيت الكبير في أمان، والأمان بيخلي صاحبه ما ياخدش إخواني ويحط فلوسه في أي مطرح. وبيت الكبير ده هندخله كيف؟ هنكسروا الباب؟ خطر، لو حد شافنا هتبقى مشكلة. لو فتحه سهل يبقى ما فيش مشكلة، بس الأحسن ندخل من السطح وما نسيبش أي أثر. الله ينور عليك، ندخله من السطح عشان يشك في أهله وناسه ودماغه ما تحدفش ناحيتنا خالص. ربنا يستر، ما تقلقش انت. بس لو اتمسكنا نافع تبقى فضحتنا بجلاجل، وهنتعاروا بها العمر كله، وساعتها مش هيكفيني فيها قتلك يا وش الفقر انت. يلا على مهلا. ده وين السلاح يا ريس؟ على مهلك. يلبس. صوتك لا يكون فايتين زرزور يحرس المطرح. قول لي هذا يا فالح، هندوره فين دلوق؟ لو انت مطرح حسان وعنديك ذهبات وفلوس، حدسهم فين من غير ما حد يدرى؟ لو انا مطرح حسان وعندي فلوس وذهبات ما هدسهمش في البيت من اصله، هحطهم جوا نخله ولا ادفنهم في بطن الجبل. لكن حسان هيدسهم في الدولاب او بالكثير تحت السرير. قطه هيتعالي. راهنك من غير ما ندعبس هنا ولا هنا، شايل الفلوس في الصندوق ده. طب ما ناخد الصندوق هلا بيلا ونبعده بيه بعيد عن هنا. اجدعي عمياني، مش نطمن الاول؟ يا ابو ده تجري الرزين. لفني العتب، هكسر القفل. خد ايه دي هدوء؟ ايه ده؟ يا ملقرون. يلا يلا حبي حبي بسرعة حبي. يلا 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 بسرعة. ايه الكتاب الاسود ده؟ انت انا عارف ان انا بعرف اقرا واكتب، ما انا زيك حمار. ما يمكن كاتب عدد الفلوس اللي احنا بنسرقها. طب خلاص فتوله، خليه يطمن رجع الحاجه مطرحها. يلا يلا خد خد من بدايتك. يلا يلا
الناس دي كده ستيشن كوز اوف ذا درنكس ويل وي ليف هيم اسليب تيل اسون يا ويل تيك هيم هوم وذ اس ات ويل بي ا بيت سربرايز فور هيم وين هي اويكس ذير ابسولوتلي نوت ات ويل بي ا جود وان كوز هي وونتس تو بي وذ اس بالك يا دياب اي غدر منك هروح لحساني واقول له وهتبقى مجزره كانك عبيط ولا ايه خبر ايه يا نافع ده انت اللي دسيت الفلوس بيدك تحت النخله يعني انا اللي مامن لك مش انت اللي مامن لي وبعدين انا لو في نيتي غدر ما كنت قتلتك وخلص تقتل ود عمك يا دياب يكون في علمك مرتي وعيالي عارفين اني سهراني معاك يعني لو ما عودتش تبقى انت اللي عملته يا بو يا بو يد انت لو اتقتلت انا اللي ملزوم ناخد بطارك يبقى نقتلك كيف يا ولد عمي يلا بينا دلوقتي نطلع على مندرة الكبير ونبيته على المصطبة لغاية الصبح عشان نحبكوها قدام الكل والله حنتنغنغ يا كبير فلوس كتير قوي تغنينا العمر كله بطل رط في الكلام يا فجري ياما الموضوع يتم على خير عشان الموضوع ده لو اتكشف هتضيع فيه رجاب كتير عشان كده عايزك تخلص خالص تقطع لسانك فهمني واول ما نوصل البيت هنديك قرشين تصرف منهم عشان ما تتسرعش على الفلوس بس بقول لك ايه تصرف بالعقل عشان ما يقولوش جبت الفلوس دي من وين يلا بينا قبل النهار ما يشكشك علينا يلا يلا يا حزن ابوي اهدي يا خواجه حريم قعدك دي من غير لا حياه ولا خشه شفت بقى راحت عليك نومه في القطر جت بفايده ازاي لو ايه جت بعد ما مسكت صحتي تحب نقعد ونشرب حاجه وتتفرج براحتك نقعد قوي قوي يا خواجه ده واتفرج كمان يا سلام وانا طول او فرصه برضو نكمل كلامنا في الجو الجميل ده امي خواجة أنا قلبي قلقان منك حاسس إنك حفر لي حفرة علشان الحكومة تقبض علي وأنا معيش بطاقة بسيطة حبيبي نعمل لك كارنيه تبعنا تمشي بيه وأنت مطمن كارنيه يعني إيه؟ كيف البطاقة دي؟ مظبوط لو قبضوا عليك وشافوا الكارنيه معاك هيتصلوا بينا في المؤسسة يقولوا لنا الراجل ده تبعكم نقول لهم تبعنا يسيبوك على طول أحبك يا خواجة أحبك يا خواجة يا سلام يا سلام يا أولاد حكمان يا خواجة لما بنزل البندر بحس إن أنا قلبي وقع في رجلي بس لازم تقعد هنا يوم أو تجينا يوم تاني عشان تستلم الكارنيه يوم إيه؟ قول اتنين تلاتة عشرة المهم إن أنا أخد البطاقة بسيطة قوي يبقى أنت كده ضيفي وطلباتك كلها مجابة هفسحك وهبسطك وهو بالمره برضه هيبقى فيه شغل كبير قوي بيننا تعرف يا خواجه انا اول ما شفتك قلبي ارتاح لك وانا كمان شنطك سبقتك احنا ما بنخافش من حد ولازم كنت جيت النهارده علشان ارد على اتهام غاوري انا جيت كمان عشان شهادتكم كلكم على عقد البيع زي ما طلب مني الخواجه السنيور العقد قدامكم اهو انت هتلاوع في الكلام ليه يا همام؟ عيب عيب يعني قول الحق طوالي ده انا شفت الفلوس معاكم قدامي بحيه ده الفلوس المسروقه مختومه بخيطكم اياها الفلوس الحكومه وموجوده عند كل الناس واحنا طول عمرنا مغاوري معانا فلوس فلوسنا حلال ونعرفها ومعلمينها كمان يا همام احنا ما تهمناش الفلوس قد ما تهمنا الخيانه ورقده اخوي في المستشفى دي ثمنها غالي قوي ولو ثبت ان الفلوس اللي معاكم دي فلوسنا هيكون الثمن كبير اكفاية غلط يا ناجي الفلوس هتشوفها بعينيك واللي دفعها لي قدامكم اهو الخواجه السنيور يا جماعه الفلوس دي بتاعتي انا
اديتهم لهمام تمن لبيت الست ام جميله، والعقد معايا اهو بصم عليه الست ام جميله وهمام ودياب وشوي. معناته ايه الكلام ده همام؟ معناته ان انا دفعت 1,000,000 جنيه لتمن بيت الست ام جميله بالارض اللي حواليه. والفلوس ايه يا اخوانا؟ هاتها يا عمي، شوفها بنفسك يا سيناجي. فلوسها اهي. لا، الفلوس دي مش فلوسنا، دي فلوس نجسة، فلوسنا في حرق الناس وتراب الأرض. الحمد لله. يبقى عيب عليكم يا ناجي يا ما تتهمونا بالزور. فلوس هتطلع هتطلع، هتروح فين؟ هنقلب النجعة ونفتش وبيت بيت لحد ما نطلعها، واللي هيعترض على التفتيش هيبقى هو الحرامي. كلام الرئيس ناجي تمام، اللي مش حرامي ليه يخاف؟ عشان خاطر السنيور انا هوافق، بس بشرط البيوت كلها هتتفتش، لان اكيد اللي عمل العملة دي واحد من اهل النجا، عشان مفيش بيننا اغراب. ده عداك العيبة كبير البندرية، يبقى نتفق ونحط يدنا في يد بعض، انتوا تفتشوا بيوتنا واحنا نفتش بيوتكم، والبيت اللي هنلاقي فيه 2,000,000 جنيه يبقى هو الحرامي وينقتل مهما كان هو مين. نسأل الأول مين في بيته 2,000,000 جنيه غير الست أم جميلة؟ ريح نفسك يا خواجة وما تنحشرش بيننا، محدش كان طلب شرطة، احنا كلنا هنا أهل ونعرف مين فينا الغني ومين فينا الفقران. بالعادة ده أنا بقيت من أهل الناجع، لازم يبقى ليا رأي. أنت ضيف اللي جابك هنا، ولو طلعت منك عيبة هيدفع تمنها همام والبندرية كلهم حسب عرفنا اللي أنت ما تعرفوش. اقبلوا اهل النجع، خواجات اغراب يدخلوا بيوتنا وحرمنا ينكشفوا عليهم. لا لا لا، اسلم فمك يا ناجي، مش عايزين اغراب تدخلوا وسطينا. يمين بالله لو غلطوا في حقنا غلطه واحده يكون لامم اهل النجع كلهم وطربق البيوت اللي هم قاعدين فيها على دماغهم، هم واللي يدافع عنهم. اظن كلامي واضح وصريح. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. أول هام، مستحيل يكون الحرامي من عيلتنا. تاني هام، اللي يتجرأ ويسرق بيت كبير عيلة حتما ولازما يكون في حمى كبير عيلة تاني، ومحيط إن همام كان برا النجع، يبقى دياب عنده علم بالسرقة وعارف مين اللي سرق. كلامك صح وعين العقل يا واد عمي. واللي سرق لازم يخبي عملته، وخصوصا لما يكون كبير. يبقى كان لازم نافع يتجرس ويموت ليلة السرقة وياخد سره معاه في القبر وما يكشفش عن شريكه. كلامك صح يا ولدي، واحلف على كتاب الله ان اللي عملها دياب وعارف مين اللي سرق. يعني بعد ما سرق الفلوس جاب الحنش يقعد نفع؟ ده كلام معقول ده؟ مش معقول. ليه؟ ليه ما يكونش دياب هو اللي عملها بالعنية بعد ما خد الفلوس من نافع وطمع فيها؟ خاف امره يتكشف ويتفضح. يا شغلانة يعني اللي يجيب حنش يقرص الراجل وهو نايم جاره. يا مغوري، كان كلامك حقيقة. هي دي الطريقة الوحيدة اللي محدش يشك فيها في دياب. ايوه، عشان يفضل سر الفلوس اللي اتسربت معاه. عشان كده دياب كان محروق قوي، وقال انه متكفل بمرت نافع وعياله. بس احنا فتشنا بيت همام، وانا بنفسي اللي فتشته مع حميد ومعاطي، لكن ما لقيناش حاجة. يبقى كلام ابوك صح، ومحدش يعرف سر الفلوس دي غير دياب، وهو اللي عارف مخفية وين.
والله قلبي ارتاح لما وصلنا للحل. اسمعوا رجالة، احنا ما عايزينش حد يعرف باللي في نيتنا. احنا نكمل تفتيش البيوت من سكان ونحط دياب تحت عينينا من غير ما يضرى، وانا حنط لهم كل يوم بحجة حق مرتي في ورث ابوها وهحط عيني عليه. تسلموا يا عيلة حسان، هو ده حسن التدبير. مش عارف اقول لك يا مناع، لكن قصرو انا حاسس ان دوري مع اهلك وناسك انتهى لحد كده، واجب اعاود لاهلي هم اولى بيا. يا راجل اقعد، الكلام اللي بتقوله ده حد اسلك على طرف؟ ما عادش لزوم الحديد. انا مهما عشت وسطيكم فانا غريب، لا حق لا اتجوز منكم ولا تحسب عليكم. مين قالك ده يا عمر؟ انت زي اخويا راجل. واللي عمك اللي شافني بطيب خاطر نسمع عدها علي عيبه، مع اني والله ما لمستها، انا بعملها كيف اختي. تحقول لي على اخلاقك يا عمر، انا عارفك ومعاشرك سنين. خلاص يا مناع، الظاهر عشرتنا اتقطعت لحد هنا والحمد لله. هطلع من عندكم لمعايا ألف ولا ألفين، هطلع بخلقات اللي علي. يا راجل كفاك حديث ماسخ، وانا لولا بعتبرك زي اخوي كنت امنت لك تروح مع نسمة تجيب خلقات لابوي. بس انا خنت الامانة يا مناع، غصب عني مش بخاطري، ما طلعتش من عيبة، لكن غصب عني قلبي مال ناحية نسمة، وحسيت اني ممكن اكمل معاها حياتي في الحلال. لكن قبل ما اخطي خطوة واحدة عمك قال عني غريب. انت قلت لها انك عايزها؟ ايوه قلت لها، بس قلت لها عشان نعرف رأيها قبل ما نطلب يدها. لكن الظاهر ان الظروف كلها ضدي، سواء كان عايب ابوك كوني غريب عنكم. صعبت علي يا صاحبي، لو كنت قلت لي قبل ما تندب وتروح تلوش كنت شفت لك حل، لكن دلوقتي كيف نسيبك تعيش وسطينا؟ انا عارف عشان كده اخترت الحل. وليه بتختار الصعب؟ نخطب هالك الظاهر عشان اتجوزت من برا العيلة نسيت عوايدكم في جواز الأغراض. انت ما بقيتش غريب يا عمر، انت خلاص بقيت واحد مننا. سيب الموضوع ده عليا وانا هخلصه، ما تقلقش. جريه مناع، واقف تتسامر مع البشمهندس وكانكم بتتفقوا على حاجه واعره قوي. خلينا نتكلم بالعقل يا عمي، عمر حكالي على اللي حصل. ما تعدهاش يا مناع، وخلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. عمر طلب يد نسمه مني وانا وافقت، ده بعد اذنك طبعا يا عمي. احنا ما نرميش لحمنا برا العيله، فضها سيره، احنا في جلة ولا شم ورد؟ نسمى اختي وانا اعرف مصلحتها زين. اختي شهاد، ابوك لسه عايش وحسه في الدنيا. خلاص نروح نقول له وانا سامعك موافقته بودنك. لا يا مناع، ابوك مش حمل حديث ولا كلام بناقص. انا مع نسمة، الوقت مش مناسب. لا مناسب، ابوها تعبان صح، لكن يعرف زين مصلحة العيلة ومصلحة نسمة. ولا يهمك يا نور عيني، يا حبة قلبي من جوا، هو سواد الليل ومن الفجر هروح أكسر بيت الخواجات وقعدك فيه معززة مكرمة لغاية ما نخلصوا بيتك اللي حيكون أحسن بيت في النجم، وبعد كده مش هنفترقوا عن بعض أبدا. مش معنانا اللي نطلع من البيت، هو أنا مش ليا فيك زي اللي ليها؟ ليكي ده، أنت حتى ليك الكوم الكبير كمان، بس برضك ما تنسيش إن هي أم عيالي والعيال ما يستغنوش عن أمهم زي ما أنا ما أقدرش أستغنى عنك يا نور عيني. واديني معاك ها وهنقضوا مع بعض أحلى ليلة في الدنيا. إيه ده؟ تسلم لي يا سيد الرجالة، هو في أحلى من النوم في التراوة؟ طب ده أنا الودي ودي يطلع علينا النهار والناس تشوفنا نايمين جنب بعض علشان يجوا يباركوا ويهنوني على ساعتي.
خبر ايه؟ مالك قلبتك ده كانك فرحانه باللي هيحصل. قلبي طاير بالفرحه، فزت بسبع السباع. تسلم لي يا سيد الرجال. في ايه يا ولية؟ يا جارتي انا يا ماما. مين؟ مين اللي بيخبط؟ افتح يا شوقي، انا في سمرة نافع. يا مرحبا يا مرحبا، اتفضلي. كتر خيرك يا اخوي، انا بس عايزاك في كلمتين واحنا قاعدين هنا. ما يصحش، دي بيت ولد عمك. اسمعني قبل ما تطق من جنابي. اتكلمي براحتك. اغراب الشوم ابو الحمد جاني يقول لي خبر اكحل، النافع هو اللي سرق بيت حسان ولقي الحجاب بتاعه واقع منه. يعني هياخدوا بتاره من الميتين؟ هم لقوا فلوسهم والحكايه دي خلصت خلاص. لا ما خلصتش، انا عارفه جوزي زين ده خواف وعمره ما يقدر يعمل عامله كيف دي وحديه من غير حمايه. شوف يا بنت عمي، موضوع ده شر، كل ما تقفل يكون احسن. بس حرام العار يحط على راس انا وعيالي من غير ما يحط على راس اللي شرك جوزي، ويمكن كمان هو اللي جبره على كده. يا نفيسه، الحقيقه كلنا عرفناها بالعقل، بس الحديد فيها يحط بالعار على راس العيله. يبقى ما فيش غيره غدياب، هو اللي وزه، مش بعيد يكون هو اللي قتله من خوفه لا يتفضح. في حد يجرس وحنش من غير ما يصرخ ولم عليه قومة لا إله إلا الله؟ يعني ايه؟ يعني اللي نايم جاره ده هيقوم، مش يقعد نايم للصبح. أنا كان قلبي حاسس. طيب يا دياب، طب ورحمة نافع مطروق النار اللي في قلبي إلا بدمك يا دياب. الله الله يرحمك يا دياب. بقايا في حياتك يا همام. لا ناجي، انا مش هاخد عز عمي غير لما ينقتل ابو الحمد. على اي حال انا جاي اقول لك شد حيلك، فضلش اللي انت دلوك للعيله، قول لهم في حمايتك ومتعلقين في رقبتك. فرصه ولد عمنا نبتدي من جديد، وبلاها زراعه الحشيش دي ولو انها طلع من عيني. اسمع يا همام، كيف ما قال مناع ولد اخوي، الحكومة عن قريب جايين هنا هيحطونا على الخريطة ويضمونا لأقرب مركز، وعلشان كده ما يصحش يعني الحكومة تجي النجع يلاقونا بنزرع حشيش. احنا سمعنا الحديث الماسخ ده قبل كده وما فيش حاجة منه بتتحقق، وبعدين لما نبقى نشوف نفر واحد من الحكومة جاي على بعد 100 كيلو نبقى ساعتها نقلع الحشيش ونقول لهم اهلا وسهلا. بكيفك، وانت حر في اهلك وناسك. الا مفيش حد من عيلة عبادي جاي عزينا، كيفكم؟ كيف يا همام؟ انت ناس ان دياب الله يرحمه قتل عبادي وسناري؟ كيف عاوزهم يجوا يعزوك او يجملوك؟ صح، ومش بعيد ينصبوا عز عبادي وسناري الليله شماته في عمي. لو عملوا كده يبقوا غلطانين، كانهم بيقولوا ان ليهم يد في قتل دياب. لا اله الا الله، اهدى. عشتوا بندرية، عشتوا رجالة البندرية، لا
لقيتوه وقتلتوه ها؟ لقيناه مرمي على الطريق قاطع النفس. أعوذ بالله. وشه عليه غضب ربنا. ده ما يدفنش في تراب مسلمين ده. شوفوا له أي متوة. وشه مزند. كأنه مخنوق يا ناجي. ولا يكون طصته عربية. خدوه. خدوه وافحطوا له فحطة وارموه فيها. دلوقتي أقدر أقول لك البقايا في حياتك يا كبير البندرية. والليلة هجيب رجالة العيلة وهناجي نعزيكم. شايفك ده ناجي؟ خذ بنصيحتي يا ولد الناس وارفع راسك وسط الناجع. وقول انك اخذت بطارك من ابو الحد اللي قتل دياب عمك. انصب العزا وتوكل على الله. ولو العبايده نصبوا عزاهم الليله انا هروح لهم واقول لهم يكسروا الشر وبلاش يدعوا نفسهم بالكذب حاجه ما عملوهاش. شوف يا ناجي، لو العبايده نصبوا عزاهم الليله هيبقى اعتراف منهم ان هم اللي قتلوا عمي. ايوه، ويتحمل النتيجة. راس عمي بعشرين راس من العبايدة. ولا واحد ولا عشرين، هي على كده خلصت خلاص. والبقية في حياتك يا كبير البندرية. يلا يا مغاوري. يلا كبير. حياتك الباقية يا ناجي. صدق الله العظيم. كريم يا ابني. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. خد عزا عمك همام وخلص. كيف اخد عزاه والعبايده نصب صوانهم بالعند فيا كانهم بيعترفوا على روحهم انهم اللي قتلوا عمي؟ صدقني ده جسر ديل وشماته مش اكتر. والدليل على كده ان مفيش اي حد منيهم لحد دلوقتي قدر يرفع يده ويقول انا اللي قتلت دياب. طارهم عند دياب بقاله اكتر من 6 سنين، كلهم شاهدين عاملة سنار وعبادي ليلة فرحب، كانوا يستحقوا عليه القتل. ما نصب اصوانهم ليه لما ناجي راح لهم وحذرهم؟ عقل عيال الواد والد عبادي مخه طاقق، فاكر انها شطاره منيه انه يقول على اي حاجه ما حصلتش وينسبها لنفسه. انا اقطع له راسه دي عشان يحرم بعد كده يتطاول على سياده. في ايه يا همام؟ في ايه؟ هتعمل عقلك بعقل عيل مخلول؟ شوقي منه لله. هو اللي قال للناس انهم لقوا ابو الحمد ميت على الطريق لوحديه. واه، واعمل ايه؟ العيله مش مصدقه غير الحقيقه وبيقولوا مش ممكن يكون ابو الحمد هو اللي قتل دياب. ما دام نصبوا صوانهم يبقوا هم اللي قتلوا عمي وقتل ابو الحمد كمان. يلا خلي الطار يبقى طارين، الليله هنطب عليهم ونقتلهم كلهم. متعقل مالي همام؟ ما تولعش الدنيا اكتر من كده. صوان العبايدة متحوط بالسلاح، يعني هتبقى مجزرة عشان حتة عيل عبيط ما يفهمش اللي يقوله، عامل نفسه كبير عيلته. احنا ممكن نقدمه بعدين. اسمع ناجي، اسمع مغاوري، خذوا رجالتكم وروحوا على بيوتكم واقفلوا عليكم بابكم وما لكمش صالح باللي يحصل ما بيننا وما بين العبايدة. ناجي يلا ناجي، ما فيش فايدة، ما حدش عايز يسمع الحديث، عملنا اللي علينا وخلاص. جبت المفيد يا مغاوري، يلا مع السلامه ومن غير مطرود. حرام عليك، حرام عليك ارواح الناس اللي هتروح هدر بسبب حكمك ده. شوف يا ناجي، كرامه عيلتي فوق اي اعتبار. مع السلامه يا عيله حسان. كون في معلومكم مفيش اي عداوه ما بيننا وما بين اي حد فيكم، لكن انا مش مسؤول عن اي واحد ينقتل لو طلع من بيته كده. طب يلا يا رجاله، قدامكم ساعتين تخبروا العيله وكل واحد يلزم بيته الليلة دي. ساعة واحدة، ساعة واحدة بس يا ناجي، مسافة ما تعودوا لبيوتكم. احنا مش هنقدر نستنى اكتر من كده، وعشان ما حدش فيكم يلحق يقول للعبايد. لا حول ولا قوة الا بالله. على اي حال انتم حرين. يلا رجالة شغل. يلا شوقي. نعمين يا كبير. عايزك تجمع لي الناس كلهم بالذخيرة والسلاح. الليلة هتكون نهاية العبايدة. يلا أوامرك يا كبير. يلا رجالة بطل عمي، مش عايز واحد في العبايدة عايش. يلا رجالة يلا روحوا اقتلوهم كلهم. Get out of here!
فايدة، دول هيخلصوا عليهم. الواد ولد عبادي غبي ما بيسمعش الكلام. قلت له هتورط أهلك وناسك، أنت مالكش في الطور ولا في الطحين، ما خدش بنصيحتي. كيف ملوش؟ تلاقيه هو اللي قتل وبيتبهي إن أبوه خلف راجل. ده عيل خايب وعبيط لا قتل ولا هبك. البندارية هم اللي بتفكر ربنا ينتقم منهم. والله اللي بيحصل للعبيدة ده حرام. كل ده عشان حتة عيل حمار بيتباهى بحاجة ما عملهاش. وهذه النتيجة. جاب لأهله النكبة. شدوا حيلكم. يعني احنا لو حبينا نبني بيوت للعيله كلها هنا هنحتاج مش اقل من 10 فدادين. نخليهم اخر الارض من ناحيه النجح. ممكن يا ابوي. احنا نبني لنفسنا واللي عايز يبني يبني، الارض موجوده. والغلابه اللي ما يقدروش بحج وحقيق نفوتهم للبندريه يزلهم، ما بقاش كبير عيله. يعني كيف يعني يا ابوي هتصرف في الملايين دي كلها عشان نبني؟ دماغي يا ولدي قرشان برضك يا ابوي، دماغي هتتفرتك. انا قلت لك رايح نفسك، ما عايش تسمع كلامي. كان نفسي يا ولدي، كان نفسي ابقى عندك حاج الحكومه تعترف بالنجعه دي. هيحصل يا ابوي، بس الاول نبقى يد واحدة ونبني بيوت حقيقية مش عشا زي عمال الطراحيل. الحكومة لما هتاجي هنا هتاخد عاطل على باطل، مش هتفرق. والبندرية ممكن يقولوا بأصلهم ميانة ويقولوا إننا كنا بنزرع معهم حشيش بالزور. يا عم ناجي نبعد عن الناجع لحد ما العميد أحمد يعرف إننا ما كذبش عليه. وأنت لساك برضك بتحلم ببيوت حقيقية مش عشاش. المهم حدش يوصل للناجع لحد ما طهره من المخدرات والهبات دي. ربنا يديك له العمر يا ولدي. مالك حسان؟ روحني. مالك اخوك؟ مش قادر اصلك طول يا ولدي. ابوي يا عمي يا عمي جليان. ها؟ شد حيلك ابوي. ها؟ عرفت اني كنت ظالمه الوقت؟ اعمل يا اخويا، انتوا اللي فكركم راح لبعيد. ربنا يهدي سرك يا بنتي. بصوا ابوي يا مري. حسان مالك يا حسان؟ مال ابوك يا مناع اتكلم. اصبر يا ام، اصبر يا ام، ولا فين شنطه الدواء؟ يا مروه الشنطه ايه؟ معقول يا ام كل ده ورشه يا ابويا كل اللي فاتوا؟ وانا هيعرفني يا ابني هو اللي بيمسك الشنطه وينجي دواها. ليه كده يا ابوي؟ ده شديد على القلب قوي. حبش دريان بالوجع اللي انا فيه يا ولد. قلبي هيفرق، روحي هتطلع. مش عارف ايه اللي ممكن ياخده واللي ما ياخدوش. هات اللي هيشكل حتى لو اموت، المهم اموت من غير وجع. لا هيوقف قلبك. ما قادرش اخد نفسي، ما قادرش اتحمل الصداع اللي هيفرتك راسي. صلي على النبي، صلي على النبي. احب عليه الذكر. خد نفسك بالراحه.
يا حبك يا مناع. مش طايقه اشوفك ايدي. خدنا بس بالراحه. حويلك يا امي حويلك. اطلعوا برا. اطلعوا برا كلكم. يلا. يلا قدامي. يلا. يا ريح. يا ريح. باب هدك ريح. اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتح المبروك. والخاتم لما سبق. ناصر الحق بالحق. الهادي الى صراطك المستقيم. الشهادة أبوي فوتك من كل الألم وقول وراي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله خلاص يا خلاص يا ولدي خلاص حسس أن ارتحت والتعب اتسحب مني ربنا كبير يا ابوي ربك رب قلوب يا رب طول عمرك قلبك عمران بالخير يا ابوي لطيف مع السلامة يا ابوي مع السلامة يا عمدة مع السلامة يا أبو منع إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إنا لله وإنا بتملي بسأل روحي إنا لله وإنا ده هم قلبي ولا كبر السن وتملي بسأل روحي لما بقين ده هم قلبي ولا كبر السن جرح كربابة بتعزف والجرح واخده تسالي وكل ما القلب ينزف اقول له ما كنت خالي جرح كربابة بتعزف والجرح واخده تسالي وكل ما القلب ينزف اقول ما كنت خالي وتملي بسأل روحي لما بقين ده هم قلبي ولا كبر السن وتملي بسأل روحي لما بقين ده هم قلبي ولا كبر السن وتملي بسأل روحي لما بقين كنت عارف اني هلاقيك هنا انت طول عمرك لما كان حد يزعلك كنت تاجي هنا في حضن الجبل وساعات كتير كنت بلاقيك رايح في سبع نوم حسام مش ابوك وحدك يا مناع لا حسام كان ابونا كلنا عمري يا ولدي ما حسيت انه اخوي وبس طب تعرف كبرت واتجوزت وخلفت وبقى عمري 40 سنة وكنت لما اشوفه جاي علي وفي يد سجارة كنت ادسها في سيالتي كيف العيال مش خوف منه لا احترامه وهيبة أخويا الله يرحمه ما كانش في حد في الدنيا أحن علي منه يا أبوي أنا عارف إن الفراق صعب بس الحزن اللي أنت عايش فيه ده كيف الرملة الناعمة تبلعك من غير ما تحس بيها قوم يا مناع قوموا معي يا ولدي قوموا من فوق لحالنا
انت متعلق في رقبتك ناس كتير، من حقك تحزن عليه العمر كله هو ما يتعوضش. بس اللي مش من حقك ابدا انك تنسى واجبك لحظه واحده. رد علي يا ولدي. مناه قوم يا غالي. كده الواد همام طايح في البلد، فاكر انه بقى كبير صح، مش لاقي حد يلم، وخصوصا بعد ما عمو دياب مات وعملته السودة مع العبايدة. فاكر انك انتهيت منها وان هوى البندر سطلك ونسيت اهلك وناسك. قوم يا ولدي، يلا قوم معاي. كده طيب يا ولدي، انا افوتك لحزانك، بس خلي العبايه دي على كتافك تحميك برضك بالبرد. ما بقاش في عند اي كلام يا ولدي. وأبوي ما حدش قتله يا عمي، بس أنا قلبي معبي من ناس كتير قوي، حاسس إنهم مسؤولين عن موته، زي اللي بيجي عنده طار، بس طار مع ظروف وخلق كتير، أولهم همام. بس مش آخرهم يا عم، مش آخرهم. مبروك يا مناع، ابتدينا حفر الأساس وقريب نصب الخرسانة. تعبت معاه كتير يا عمر يا جوز أختي. ولا تعب ولا حاجة. نسمة كانت قالت لي على حاجة. قالت لي إن يكون عنديكم بيت من بابه، ويبقى كأنه تبع البيت الكبير. ما عنديش مانع، أقال له لما ربنا يكرمكم بعيل ولا اتنين يتربوا وسطينا. يعني أبلغ المهندس المقاول؟ أكرم الله. ما أقول لك إيه يا عمر، هي فين الشيكات اللي كنت اديتها لك؟ ها؟ لكن ليه؟ مصاريف المباني كتير، ولطفي جاب كبير عيلته وتعاهدوا يسددوا الاقتصاد بداله. أقول لك إيه؟ فلوسك وأنت حر فيها. كفايه ابو القمصان يعيش مديون وسط عيلته ومش بعيد يبيع لهم املاكه كلها. وانا قلت كده برضك، وكفايه لحد كده، ومفيش داعي اساعدك تقتله، خصوصا ان ما عنديش باينه انه قتل مرتك. هو كان وكيل النيابه لقى باينه وسابه، لكن انا عندي البينه. هو اعترف لي وقال لي اللي معاك يعمله. شفت غلط عينه؟ عشان كده حاولت تقتله وسط ناسه وما قدرتش، وضربوني، وبعدها اتصلت بيك. اهو ده اللي خليني مش متأكد، لأني جيت لك المستشفى في الآخر وجيبتك وجيت على طول من غير ما أسألك. تقصد انك مش مصدقني في اللي قلته يا مناع؟ مصدقك، وعارف ان في طار ما بينك وبين لطفي ابو القمصان، لأن لما جبت له سيرتك الخوف بان في عينيه، بس مش خوف القاتل. من خوف ايه؟ خوف المقتول؟ خوف الزاني. الطار اللي ما بينك وبين لطفي ابو القمصان لأنه كان في حاجة بينه وبين مرتك. حرام عليك يا مناع، كفاك خوض في سيرة الأموات. اقعد. أنا عرفت كل حاجة يا عمر، وعرفت من أهلك ليه بتهرب من العار. فضايح مرتك مع لطفي ابو القمصان خلتك تفكر تضرب عصفورين بحجر واحد، تقتلها بيدك وتتهم عشيقها وتستغل شكواها القديمه ضده عشان تبعد الخيانه عنك. شكلك صدقت الكلام اللي قاله ابو القمصان لوكيل النيابه. لان هي دي الحقيقه يا عمر، انا متاكد ان انت اللي قتلته،
ورجعت شغلك في البلد الثانية واستنيت الخبر يجي لك عشان تبعد التهمة عنك والناس اللي معاك شهدوا في صالحك. قول يا عمر قول، أنا معاك مش ضدك. انت مكان يا مناع، لو دي كانت مرتك مش كنت هتولع فيها بنار؟ كان لازم اقتلها واخلص من نارها، كان لازم اقتله هو كمان، لكن ما طلتهوش وضقتش اعيش معاها في بلد واحدة. انا مش نيابة ولا حكومة عشان احاسبك على قتلك لمرتك القديمة، لكني بصفتي اخو مرتك الجديده من حق احميها. كلامي ده مناع، انا مش قتال قتله، انا قتلت عشان عرضي وشرفي. يا اخي اولى بيك من انتقامك وقتلك لمرتك انك تطلقها ولا تسيبها تصبر عليك لحد ما توقع في الغلط؟ قصدك اصبر انا عليها مش هي اللي تصبر علي. اقصد اللي قلته، ولنفس السبب ده عايزك تطلق نسمه وبجزره وقطعها جحش. أنا عارف إنها اللي ممكن توقع في الغلط، بس برضك من حقها تعيش وإنت فاهم. فاهم إيه؟ هي قالت لك إيه؟ أنا طبيعي وزين و... معلش تسمع كلام تاني يا عمر. نسمع هتطلقها طلاق باين عندي المأذون بلا رجعة، والطلاق ده حيفضل سر بيني وبينك وبينها، وقدامك فرصة لحد ما نبني هنا، وطبعاً ما هينفعش تعيش وسطينا. حصلت لحد كده؟ مديت عمري كله للأرض دي، بعد الطلاق نقعد ونتحاسب يا واد عمي، ولو لك حقها تاخده، ولو عايز ننزلك معاه شغل في سوهاج ما عنديش مانع، شقتي القديمة حاسبها لك، وكيف ما كنت مخلص معاي هكون مخلص معاك. كتر خيرك يا صاحبي، انا هقوم اغير خلقاتي عشان نروح للمأذون. ما ينفعش اقعد هنا ولا يوم واحد بعد كده. جهان الكلام دي اسمع، أنا هعمل عملية استكشاف للأرض. بلاش دلوقتي يا حضرة الضابط، أحسن الأهالي يحسوا بحاجة ويعرفوا إنك مش المحاسب بتاعني. إياك أسمعك تقول لي حضرة الضابط ده حتى لو بينك وبين نفسك. أنا اسمي الأستاذ نبيل المحاسب. حاضر يا أستاذ نبيل، حاضر. لازم أشوفهم بيزرعوا إيه في الأرض دي وأدرس طبيعة المكان. ده شغل. ربنا يستر يا باشا، ربنا يستر. يعني مفيش فايدة تراجعوا نفسكم؟ كل شيء نصيب يا مولانا. طب يرمى علي مين الطلاق؟ انت طالق يا نسمة. انت يا نسمة انا خدت كل حقك. وابصم كمان، انا مش عايزة منه حاجة. انت يا عمر وربنا يعوض عليكم. أنا ممكن أعدي عليك بعدين يا مولانا عشان ناخد القساية. يلا يا نسمة. هنحصلكم العربية يا ولد. أنا والله في حاجة تانية يا مولانا. وأنتوا بعد أسبوعين خذوا القساية. في أمانة ليك معايا يا عم ناجي. الفلوس اللي حطناها في البنك لحساب المباني بشيك بالفلوس دي باسم مناع. ليه كده يا عمر؟ كان حصلت لي ده كله. أهلي في خطر في سوهاج،
لازم أعيش وسطيهم. نسمة منهاش مكان وسط الخطر. طيب إيه قولك يا باشمهندس؟ لو نستناك لما الخطر يزول وترجع له. بنلاش رجوع يا عم ناجي، بنلاش رجوع. خذ يا عمر تشيك بربع مليون جنيه، حقك في شغلك معانا السنين اللي فاتت كلها. انا حقي 150 بس، اخصم شبكه ومهر. يا سيدي دي كانت هديه لاختي. انا عارف ان مصاريفك هتبقى كتير لانك هتبتدي من جديد في سوهاج. انا اديت عم ناجي شيك وبديت حساب المباني. من حق عايزك اول ما توصل على سوهاج تروح لمرتي تديها الجواب ده. اوعى تنسى عمر، ده مهم قوي. وعايزك انت وراكب القطر تفكر في الوظيفه اللي قلت لك عليها. والله متحير يا مناعة، لسه مفكرتش انا هعمل ايه. انا اقول لك تعمل ايه، تقبل الوظيفه وتقعد في شقتي القديمه لحد ما تراجع حساباتك وتحكم ضميرك. ضميري؟ انا هرد عليك بحاجه واحده، العجز جالي بعد ما قتلتها مش قبل ما اقتلها، لاني كرهت صنف الحريم. اذنك يا مناعة بيه. يا اهلا وسهلا، احنا جينا حسب الميعاد، شنطة الفلوس في يد دهي. ايوا تفضلوا، احنا مستنيكم. اهلا وسهلا. اهدى يا ست هانم، كل دول تتعبيهم عشان يحضروا حاجة خصوصي زي دي؟ مفيش حد منهم غريب، دول قرايب. احنا عارفين مقامك يا ست هانم، وعارفين اصلك وفصلك، وبعدين احنا ما جايينش ناويين على شر. احنا كل اللي احنا عايزينه نخلص الموضوع ونخلصه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا المهندس عمر من طرف مناع بيه، معايا امان. هلها. هي فين الامان؟ سلمها لها الدم بيد. لحظة. ايوه هانم، الباشمهندس عمر وصل. معرفش فيه ايه. طب انا عندي ناس بس قاعده معاهم جوا، هخلص منهم واقعد معاك على طول. عن اذنك. اتفضلي. هي دي شيكات تطفو بالقمصان؟ انت عرفت منين؟ القدر. القدر هو اللي سامني. الحمد لله اللي جيت في الوقت المناسب. رايح فين يا باشمهندس؟ هشتري سجاير من تحت وجاي. وشنطتك؟ الدار امان، راجع تاني. كده الفلوس تمام يا فندم. خد راجع شيكاتك كلها، سلمهم لنفسك يا بابا. اتفضل. خد يا لطفي شوف شيكاتك وتأكد منها كويس. موضوع متهيألي كده خلص، مالكمش حاجة عندينا. يا راجل احنا مفيش بينا غير المعروف. المعروف للي يستاهلوا المعروف. انت بعد ما تجرجر ولد اخوي في النيابة زي الحرامية والمجرمين جاي تقول لي معروف؟ احنا اللي بينا حق عرب ولازم ناخده. حق عرب؟ ده المفروض تدفعوا لنا الفلوس وعليها فوائدها، مش تقول حق عرب. شوف يا بنت الناس، انا ماليش كلام معاكي. انا حسابي مع جوزك مناع بيه، لازم اعلمه كيف يحترم ولاد الناس، لان كان المفروض قبل ما يروح النيابه يروح لكبيره ويشوف حيجيب له حقه ولا لا. يعني كنت جبت لي حقي من لطفي يا كبير لما جيت لك وشكيت لك منه؟ عمر مهران لسه عايش؟ لو كان عمك بيحكم بالعدل جاب لي حقي. لكن يا كبير بدل ما تحكم بالعدل وتديني حقي حميته وفرحت بوساخته. حد كان قال لك اتجوز واحده فاجره تجيب لكم العار؟ عارها غسلته بدمها،
لكن مش من العدل انها تذبحها، واللي غواها يعيش متهني. ايه ده؟ يا المحسة ده؟ حسابي مع اللي غواها مرتي، لو حد قرب مني حقت رقبته. سيبه يا عمر ارجوك، ما توديش نفسك في داهيه، انت لسه قدامك مستقبل. بعد انا ما تجيش دخل، انا عشت عمري مستني اللحظه اللي هاخد فيها بطاري عشان سبوك تسحبه من وسطينا زي الخروف. اسمع انا بقولها لك اها، لو مسيته يبقى جنيت على اهلك وناسك. انا بايع روحي ومش باكي على حد. مش هنسيبك تاخده من وسطينا، ولو حصلت ان شاء الله قتلكم انتوا الاثنين. يطلع بيه يذبح قدامكم. تطلع به كيف؟ انت اتجننت؟ روحك هي اللي هتطلع يا ولد مهران. يلا ادخل الدور دول بسرعه. انا بسلم نفسي يا حضره الضابط، بعترف ان انا اللي قتلت مرتي، انا تحت امر الحكومه، ما عادش حاجه تهمني خلاص. الو رياسه، في غير بيتقدم شركه مناع، محتاج قوه اسناد بسرعه. معناته ايه الحديد ده يا سنيور؟ يعني اتضحك عليا؟ اشتريت شويه حديد بالالوف دي كلها؟ مش انت بس اللي انضحك عليك، انت والغاب اللي اسمه ستيف، والدليل اهو، دي المفروض انها قنبله، اول ما بتنزع الفتيل كده اهو وترميها حاسب 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 يا سنيور، هتفرجع فينا وهتموتنا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ القنبله القنبله في شنك. ما قلت لك حته حديد خرده في شنك بتطلع دخان وبتنفجرش. كده كده يا ستيف؟ تضحك عليا انا؟ يمين بالله ما مهم لك غير لما ترجع لي فلوسي، يمين بالله يا ستيف ما مهم لك غير لما اقتلك. انا كمان ضحك عليا زيك بالظبط، بس اطمن انا مش هسيبهم. مش هتسيبهم، انا اللي مش هسيبك يا ستيف غير لما اقتلك، لا ترجع لي فلوسي. بس بقى، ولا انت ولا هو هتعرفوا تعملوا حاجه، لانكم اتعاملتوا مع تجار سلاح نصابين. برضك مش هعمله، هو اللي خد فلوسي وهو الملزوم يجيبها لي، هو اللي اختارهم. كان ممكن ما تعرفش، انا اللي عرفت المصيبه دي وجيت بسرعه احذرك. وسع. عندك حق، عندك حق يا سنيور، كان ممكن ادخل معركه كيف اللي فاتت ورجالتي يجوا يرموا القنابل ما تفرقعش، ويتجات له فطيس كده، يتجات له فطيس. عشان كده عايزك تهدى وتطمن ان احنا بنحميك، بس لازم تسمع كلامنا كويس قوي. تاني تاني يا سنيور، عايز نسمع كلامك تاني؟ لا، انت المرة دي اللي هتسمع كلام انا. انا همام البندار يا سنيور، كبير عيلتي. دلوقتي بقى مفيش حاجة اسمها عيلة حسان وعيلة البنداري، النجع كله بقى عيلة واحدة وفيها ملك واحد بس، هو مناع، وانت هتبقى الوزير بتاعه. ايه؟ يعني ايه؟ يعني مناع هيبقى ملك الناجح، ملك عليا وعلى عيلتي غصب عننا. يا ريت تعرف تعمل اللي هو بيعمله ده، يبقى يوم المنى، على الاقل نخلص منه ونحطك ملك بداله. ده تعبنا قوي عبال ما رجعناه يزرع الحشيش من تاني. راح وين بس؟ راح وين؟ حته دفتر اسود كدك دي، ايه عفريت بلعه؟ واحنا هنعرفه منين بس يا ولدي؟ ابوك هو اللي كان بيدس كل حاجه بنفسه ويعرف مكانها. اه افتكرت، ابويا كان بيدسه في صندوق الفلوس اللي اتسرق. صندوق الفلوس؟ اه، من يوم ما سرقت الفلوس ما حدش لمسه. يخرب بيت ابونا واللي جابنا، يعني اتسرق مع الفلوس؟ اتسرق. الحمد لله لقيته، عقلي كان حشت. ليه؟ هو مهم قوي كده؟ كاتب فيه كل تفاصيل الخلطه، صعب افتكرها بعد السنين دي كلها. لو البندريه عرفوا كده كانوا خدوه هملوا الفلوس. الخواجه بني كان جايب لنا واحد من كولومبيا يعلم. واحد من امريكا الجنوبيه يا هبله، يعلمنا الخلطه، وانا كتبت كل حاجه وراه. كاني كنت عامل حساب اليوم ده. ما بلاها يا ولد، زرعه الندامه دي اللي هتجيب لنا الخوف ووجع القلب. مش بخاطري يما، مش بخاطري، انا مجبور من الخواجات، ولو ما طوحتهمش هيبلغوا ضد الحكومه، وكل اللي عملته طول عمري هيتهد في ثواني. يعني ايه يا مناع؟ تقعد طول عمرك متهدد كده؟ طول ما هم محتاجين لي ما هيقدروش يعملوا حاجه، وبامر الله هيجي اليوم اللي اخلص منهم ومن ابوهم. هعمل ايه؟ ما قدرش اتحامى في الحكومه.
ان شاء الله يا ولدي ربنا حينصرك عليهم. هي دي بقى عيلتك يا مناع؟ ولا حركة! اوعى تضرب! فين مكانك؟ اوعى تضرب! ما تضربش! بتبصص على النسوان؟ انت مش عارف انا مين؟ مين يعني؟ انا المحاسب بتاع المقاول! محاسب؟ اه والله العظيم! ايه الحياة؟ يا مرة! بتعبصنا علينا! اقفل خشمك منك ليه؟ خلاص! فيها شايل! لقيت واقف بيتجسس علينا من غاية ابوي! الراجل قليل حياة ده كان متداري وسط الدرع يبص علينا! خلاص يا نفيسة روحي! ادخل يا حرمة منك ليه؟ لا ابدا والله يا حاج! الموضوع ما فيه ان انا كنت بدور على حاجه كلها ومش قصدي حتى اسالوا مناع بيه صاحب العزبه هو وبكري عارفين ان ما باكلش اللحمه الضاني مع العمال تقوم تقعد مطرحك وتطلب اللي انت عايزه واحنا نجيبه لك اللي انت عملته ده عيب وانا اعرف منين بس ان في ستات وناس هنا يعني سالت مناع بيه وقال لك انه مقعد عيلته في اخر الارض تقوم تجرب نواحينا قله حياه الجوع الجوع يا ابن عمي قلت اتسلى وادور في الارض يمكن الاقي بطيخه شويه كنتالوب خلاص شايل ايوه يا ابوي رجعوا مطرحه ونبه على المجاول بتاعه اي نفر من الانفار هيجرب نواحينا هنقتله وندفله في الارض حاضر يا ابوي قدامي واحمد ربنا انك راجع على رجليك الغريب اعمى ولو كان بصير وانا ليا عذري مالكش عذر تمشي في الغيط من غير ما يكون معك حد من العيله عندك حق انا ما هقول لكم ما عادتش تتكرر خلاص الحمد لله ان هي جت على كدك ده اهدى اهدى اياك تتكرر منك تاني او من حد غيرك اوعدكم انها مش هتتكرر انتوا ناس طيبين وفي حالكم كل حلمكم ان انتوا تبنوا بيوت تلموكم وده حقكم ومن حقكم نخلص لكم البيوت دي بسرعه تقرير واقف يا حضره الضابط واضح انك بذلت مجهود كبير الحقيقه يا فندم انا عاشرتهم وشفت بيوتهم وتأكدت انهم ناس شرفة ومكافحين ومناع هو املهم في حياة كريمة انت فحصت اراضيهم كلها؟ واثق انهم ما بيزرعوش اي حاجة مخالفة ولا سبق لهم زراعة اي مخدرات انا فحصت التربة دي كويس واضح انها ارض بكر وكلفت مناع كتير لحد ما خلاها تدي محصول كويس انا شايف اصالات وفواتير للتجار هم دول اللي اشتروا المحصول؟ وفي عند ستك الكميات والاسعار اعتقد ان الناس بتشقى عشان تطلع من الارض محصول بالكمية دي لازم يكونوا ناس كويسين وطيبين عموما يا حضرة الضابط انا كده ارتحت مع السلامة تمام يا فندم واجب اطمن الاستاذ توفيق على جوز بنته الو رتبت كل حاجة كله تمام يا سمناع عايز مني حاجة تاني استنى عايزك يا اسم مناع خد يا حصاوي القرشين دول ليك عايزك تعاود بلدكم تتجوز وتعمل لك اي مصلحه انت تعبت معايا كتير وانا عملت مع حضرتك حاجه وحشه يا اسم مناع بطل رط وخد الفلوس ما دام انت شايف كده شوف وشك بخير يا اسم مناع طب ممكن اطلب من حضرتك طلب اخير قول يا حصاوي ممكن ابقى اعدي على المزرعه اخد منها خروف ولا خروفين اخش على امي بدل ما اخش بيدي فاضيه ودول هتروح بيهم كيف دول ابقى اقطع لهم تذكرتين معايا في القطر ماشي يا حصاوي ربنا يخليك لينا يا سمناع بتسلم عليا يا ابن الجزمه سلام يا سعاده الفاشل سلام يا سمناع شوفك بخير وبسال علي ان شاء الله السلام عليكم سلام سلام يا سمناع شوف وشك بخير شوف وشك بخير يا سمناع اجري اجري على ابوك بابا 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 يا بابا الله 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 احنا قلنا ايه لازم تقعدوا هنا مع جدكم وجدتكم ومع امكم كمان ولا ما عايزينيش ارجع على طول عايزين نرجع على طول مين بيحبني انا طب يلا اللي بيحبني يديني حضني كبير حشوني ان شاء الله يا اولاد ربنا يجيبك لنا بالسلامه وانت كربانه كده ليه ودي اول مره يسافر يا نور ده كلها اسبوعين يا حبيبتي ويرجع بالسلام مش عارفه ازاي الاسبوعين دول هيعدوا عليا دايل انت بس ان شاء الله ربنا يقصر المسافات وعاود بعد اسبوع شوف وشكم بخير الف سلام الف سلام محمد رسول الله Woo!
شعبادة والمعبود. كويس اني لقيتك يا ابو النبي. خير يا باشا؟ ساعات وكيل النيابه عايزك ضروري. طيب انا اروح له دلوقتي على المكتب. لا يا فندم، هوش مكتبه، هو بيعاين مكان الجريمه. جريمه ايه وفندي؟ بشقه الدكتور جمال. الدكتور جمال بتاعنا بتاع مصنع السماد؟ بقي في حياتك يا ابو النبي، الدكتور جمال لقوه مشنوق في شقته. اولاد الكلب. أنا السبب، أنا السبب. إيه ده منع بيه؟ أنت مالكش ذنب. ذنب في رغبتي يا باشا. قلت له اشتغل وأنا هحميك منه. لكن قتلوه. قتلوه الخونة، قتلوه. هما مين؟ تتكلم. كلمة أقول إيه يا باشا أكتر من اللي قلته. قلت لكم دول جايين بالخراب على البلد. قلت مستثمرين. قلت لكم عايزين يذلونا في بلدنا ونمد يدينا ليهم. قلت جايين بالخير والدولارات. اقول ايه تاني يا باشا؟ قلت يمين بالله ما هيجي من وراهم خير ابدا. يمين بالله ما هيجي من وراهم خير ابدا. ايه ده منع بيه؟ احنا مستكتين وهنجيبهم، ومش كل الناس زي بعضها. مفيش عندي كلام اقوله تاني يا باشا. انا قلت لحد ما ريق نشف. لكن يمين بالله ما هفوت طارك يا دكتور جمال ابدا. مساء الخير. مساء الخير. تشرف بحضرتك. محمد اشرف، المحافظات العامه. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا بيك. ايه اللي اقدر اقوم بيه يساعد حضرتك؟ أنا جاي أخذ من حضرتك بعض المعلومات اللي أنا محتاجها عن الجاسوس مناع حسان. جاسوس؟ مش ممكن. ازاي لغاية دلوقتي ما وجعش في ايديكم؟ المفروض انه يكون وصل جنا. عايز انتشار على طول الطريق وتفتيش كل الطرق الجانبية. مع السلامة. تمام يا فندم. معقول اللي سمعته ده؟ انا كنت واثق انه ورا مناع ده مصيبة كبيرة، وانت اللي خيبت ظني يا حضرة الضابط. انا؟ ابدا يا فندم. جهز قوة لمهاجمة عيلته والتفتيش عليه. لازم احط احتمال ولا واحد في الالف انه يهرب من الاكمنة. يهرب؟ مش ممكن يا فندم. اللي يقدر يخدعنا السنين دي كلها مش هيقدر يهرب من كمين. طريق شكرا يا باشا.
امشي يا اسحب رخص. تمشي طوالي يا اسطى، انت غاوي عطله. لبيكي لبيكي همام بين يديكي وقاعد بيفكر فيكي وبقالي ساعتين مستنيكي. ايه رايك في الغنوة الحلوة دي؟ حلوة قوي، بس قولي صح، انت مقدر انا مضحية علشانك قد ايه؟ مقدر مقدر يا حبة عيني، بس لفين الدفتر؟ انا جبته، بس زي ما اتفقنا ما يبيتش عندك اكتر من يوم واحد، الا اوله شرط اخر نوري همام. ما تخافيش، انا دلوقتي عرفت انك بتحبيني صح، وانك شرياني، وانا اللي اشتريني ما بيعوش ابدا ابدا. لا ليه يا همام اتخوت في عقلك كلي؟ ما انت عارفه ان انا مخوض بك من زمان. لا اعجل، عايزين ربنا يتمها لنا على خير. عندك حق، احسن نقرا الدفتر ما نعرفوش نفهمه. انا كده عملت اللي علي والباقي عليك. انا كل غرضي انك ترفع راسك في النجاح، ما عايزاش حد يقول عنك انك خايب وزي عدمك. ما تخافيش، بس انت بس ادعي لي، ادعي لي انفع. اما نسمه لو نفعت من غير مناع اخوكي، ساعتها ما حدش في البلاد كلها هيقدر يرفض جوازي منك. ليه؟ لانك هتبقي مرات الكبير، والد الكبير، تبقي تجيب لنا كبير صغير بس يكون حلو زيك. يا خواجة طمني، وحياة ابوك. برافو عليك يا جو، هي مش واضحة قوي ولكن تنفع. الحمد لله. يعني ايه خلاص يا خواجة؟ هتوفي بوعدك معايا؟ عايز تبقى الملك يا همام؟ وقبل ما ابقى الملك لازم نتعلمني سر الطبخة. ليه؟ عشان محتاجش لا المناع ولا الغير مناع. وانت فكرك يعني ان مناع هيسيبنا كده بالساهل؟ ده ممكن يهجم علينا هو وعيلته ويقتلنا كلنا، وساعتها ما نلاقيش حد يحمينا منه. يعني ايه تقصدي؟ عايزين نقتل مناع؟ سيب الحكايه دي علينا احنا. لو الحكايه دي حصلت يا خواجه الدنيا هتولع. ده في حاله ما عيله مناع تتهمنا احنا بقتله، ولكن لو اتهمت الحكومه احنا مالنا. يا سلام عليك يا خواجه. أما لو حصل الموضوع ده لنعيش خدامكم العمر كل. شيك هاندز. شيك هاند يا خواجة، شيك هاند. ستيف تحت أمرك يا كوم. نفس، خلينا نخلص بقى. اكدي يا همام، ده آخرة المعروف. خص عليك بس لما أشوفك. ولما تشوفيني هتعملي إيه؟ طب أنا قدامك ها. أنا زمجانة منك. ليه؟ كيف تهملني الوقت ده كله لوحدي؟ ما تقلقيش، كل أهل الناجع مشغولين في الأرض وفي المحصول. اقعدي. طب لفيني؟ لفيني الهبابة السودة دي؟ أدسها مكانها قبل ما مناع يعاود. مناع؟ مناع خلاص مش هيعاود ناجع من تاني. ليه؟ أخوي جرى له حاجة وليه؟ ما فوش حاجة، بس زي ما تقولك دي يعني ولف على العيشة الطرية. ما بقاش لادد عليه الناجع ولا أهل الناجع، ولا عاد يسأل في أهل الناجع كلهم. عشان كده احنا لازم أنا وانتي نشوف مصيرنا لوحدينا. مالك يا همام؟ عملت لف وتدور علي. أنا فكرت يا نسمة ولقيت إن احنا ما قدمناش غير حل واحد. اللي هي ايه؟ نتجاوزه. كيف؟ أنا أقول لك كيف؟ كيف؟ شوف يا نسمة، أنا الليلة دي مش هسيبك غير لما تقولي
ما فيش راجل غيرك في النجع يا همام. جرالك ايه يا همام؟ فيك ايه؟ قولها نسمة. اقول ايه؟ ما فيش راجل غيرك في النجع يا همام. ما فيش راجل غيرك في النجع يا همام. بعد عنك حمليني. حمليني. ما فيش راجل. اخر مكالمه عملها مناع كانت في المنطقه دي، لكن لما تتبعنا الموبايل بتاعه لقيناه مع سواق عربيه هنا في منطقه تانية خالص. اه يبقى اكيد رماه بعد ما خلص المكالمه. بس المكان اللي سيادتك اشرت اليه بيقول ان هو في طريقه لعزبته، علشان كده انا بعت قوه تحاصر المنطقه وتقبض على كل عيلته. يبقى لازم نلحقه ونهربوه عن طريق الصحراء. الو ايه بتقول؟ ايه البيوت كلها فاضيه والارض ما فيهاش مخلوق؟ أمال فين تحرياتك يا حضرة الضابط؟ اسمع، خلي القوة كلها تعسكر هناك، وأنا هبعت لك إمدادات فورية، عاوز المنطقة بالكامل تتحاصر وتتفتش تفتيش دقيق. إيه الحكاية؟ هي عيلتي كلها هربت معاه ولا إيه؟ لو راحوا فين هجيبهم، يعني هجيبهم. ليه يا همام؟ عملت فيك إيه؟ عملت لك إيه؟ خلاص يا بت، هتعمل لنا حكاوة؟ اروح لاهلي كيف؟ اقول لهم ايه؟ لا تقولي ولا تعيدي، هتقعدي في بيتنا ولا في بيت الخواجات لغايه ما نشوف صرفه. وعلي يسكتوا؟ كان يميزه وتفشت. وانا اعمل لك ايه يعني؟ انت اللي جتيني برجليكي من ورا اهلك ومن ورا ناسك، وما فيش لوم على راجل. يعني شهامتك ورجلتك معاي؟ طيب طيب يا همام، هنشوف اللوم على مين. انا هقول اني شفت اختك وهي بتسرق الدفتر وجيت وراها لحد هنا، وانت شفتني وتهجمت علي. شوف بقى اللي هيحصل لك انت وعيشك. هتعملي ايه؟ تعالي تعالي ما خلالك، تعالي هنا. هتفضحيني ولا ايه؟ بعد عني بعد عني، مادام فضحتني يبقى هفضح. يا ناس اقدمي اقدمي خشمك، ما دمت تفضحيني يا بالخصم اللي سهول. تعالي اسكتي، قلت لك اسكتي اسكتي يا حلالي. بقول لك ايه؟ ولا كأنك شفت حاجة. لو نسألك لو كلمة واحدة انا هقطعهولك، فاهم ولا لا؟ تعال معاي تعال. يا بوي يا بوي يا غناع وراه يا بوي. بت بت يا نسمة. بت بت نسمة نسمة نسمة. ايه اللي صابك؟ ايه اللي صابك يا بنتي؟ نسمة، مين اللي عمل فيك كده؟ يا ولد الكلام نسمة فوق وكلمين. نسمة نسمة رد علي يا بنتي، رد علي يا بنتي. بنتي ماتت يا مناع، بنتي ماتت يا مناع. خلاص يا أمه يا مار، أمر الله نفس ما عايش أسمع ولا صوت. رد علي يا نسمة، رد علي يا بنتي. اجمع الرجال والسلاح وأمن الحريم والعيال في البيوت. يمين بالله لا انت فين قبله خلصت. التهور بتاعك ده هو اللي حطينا في الموقف اللي احنا فيه. لو كنا لمينا منهم السلاح ما كناش بقينا كده. لقتني بسكاتك يا خواجه، انا مش ناقصك، كفايه هم اللي انا فيه. وبعدين ايش دراك مين اللي هيكسب في المعركه؟ مش يمكن انا ورايا عيله تا
تاكل اللحمه لا يا خواجه، واقل نفر فيهم اقل نفر يفديني بروحه، فاهم ولا لا؟ اضربوا خليهم يجربوا واحنا نمسكهم بالقنابل. يمكن يقوموا، يمكن يخافوا ويعودوا بيوتهم. خد قوي المهندس الدار اول. دول بيرموا قنابل يا عم ناجي، بيرموا قنابل. اداروا رجاله ارجعوا ورا اول، ارجعوا ورا قلنا فرود خدوا اضربوا شوق قنابل طلعت في شيء. اهجموا رجالة قنابل زي عدمها شوفة. اضربوا رجالة قبل ما يهجموا علينا. يا صوتي يا صوتي يا صوتي انت يا ما تنزل يا صوتي، خد القنابل دي من بتوع زمان. اضرب يا رجالة اضرب شوفة اضرب خذوا. وقعوا زي الفرود قتلناهم كلهم. فينك يا همام تشوف عملنا فيهم ايه؟ ايه ده؟ ارمي سلاح الجراد، ارمي سلاح الجراد الكل على ماي على ماي. ارمي الدنيا يا كلام يا اولاد الكلام قدامي هات. فين همام يا ولد الكل؟ فين همام؟ انطق ارقص يا هات ارقص. فين همام؟ كلم همام في بيت الخواجات والبيت محمي ومحصن. لا مش هتقدر توصلوا له. خلصوا بالقلب مناعه ورجالته زمان وصل لهم بالوقت وهيقتلهم كلهم. لا يا ناجي عنموت كلنا. القنابل يا فراد شهيد خذ لك ساتر يا ولد. هنموت كلنا مع بعض. عايز ايه انت التاني؟ يا همام يضحك يا سي همام. عايز ايه؟ بيتكم يا سي همام يتطبق على امك. ايه؟ النار مشعلله فيها. امي الاسكندريه كلها مولعه. امي ايوه. تعالوا ورايا تعالوا ورايا كلكم. راح فين يا مجنون؟ خد الرجاله تيجي معاي وهم المخروبه دي. بيت ابوي مولع، بيت ابوي مولع، بيت ابوي مولع. مناع مناع الحاجه مناع. همام بيهرب. خافش همام ما يقدرش ينفذ من يدي. الرجاله يطلعوا مكان الحراسه عندهم. الخواجات ما تقدرش يفرقوا بين رجالتنا وبين رجالة البندرية. قصدك ايه؟ عاوزهم يحرسوك؟ عايزهم يا اما نظهر لحد ما نخلص على الخواجات. امسك ده اسرارك. على هون. هنقعد ازاي من غير حراسة؟ لازم نهرب. نهرب نروح فين؟ دلوقتي ما قدامناش غير ان احنا نحمي نفسنا بنفسنا. هي كده. انا هطلع فوق السطح احميكم وهرشهم كلهم من فوق. يلا تعالى معايا. انت قدام الباب من هنا وجو من الباب الوراني. يلا وانا وانت نقعد نصلي ربنا انه ياخد اجل مناع. يلا. انتوا ما رحتوش مع همام ليه؟ سي همام قالنا نقعد نحرسكم. فيكم الخير، لو حد قرب اضربوا نار على طول. ما تعولوش هم، هنقوموا بالواجب. الهم ده مش هيزول غير لما ضرب النار ده يبطل. حرس ايه صوت ضرب النار ده؟ سمعت حاجه غريبه؟ في خطر علينا؟ ايه وانا خطر عليك وعلى خلفوك. طوق الضرب فيهم. اه
فاطمة خذك ساتر ونادي الولاد. محدش هيسمعك يا خواجة، الميتين ما بيسمعوش حد. مناع صديقي كفاك ألعيب أنا بتشطاني، احنا خلاص وصلنا للنهاية. مناع أنا بستسلم. مناع مناع ما تنساش أنا كسبتك فلوس كتير. اخلص الكلام يا خواجة، مات زي الأمان اللي موتوه، رميته تحت رجلينا الفلوس، تمن الأرض اللي بوظتوها والخراب والدمار اللي زرعتوه. معيش أسمعك تاني وانت بتتوسل زي الكلب وتطلب الرحمة، ما تستاهلهاش. اللي زيك ما يستاهلش يعيش. حاسب عنا دي عشان الدكتور جمال، ودي عشان ابوي، ودي عشان ما تعودش للدنيا تاني. يلا مناع يلا عشان نلحق همام، يلا بينا يلا. وديني لحرق قلبك على اهلك وناسك، وديني لولع فيهم كلهم. يلا رجالة يلا رجالة. لازم اطربك بيت ابوه. مغاور واقف يحرسه هناك اهو. انا معايا جنابل شديده، لو رميتهم على البيت هيجيبوا عليه وطيه. قبل ما تقرب هيكون مغاور مغربلك. احمي ظهري انت والرجاله، ما تخافش انا عامل حسابي، هلف من ورا البيت واقول ما تلاقيني قربت اضرب نار على مغاوري، حاول تشغله وبعديها هتلاقي البيت ده كوم تراب. اضرب يا رجالة. عملتها يا همام،
رحمة اللي مات وما أرحمك. مناع، إيه؟ عايز تقتلني يا صاحبي؟ مش هتلحق يا مناع، مش هتلحق يا صاحبي، لأن أنا اللي هقتلك. اقتلني، اقتلني يا مناع، أنت معاك سلاح أنا ما معيش. مين قال لك إني هقتلك بالسلاح يا خسيس؟ تقدر تغلبني المرة دي يا مناع، عارف ليه؟ لأنك لو قتلتني هبقى برضه أنا اللي غالبك يا مناع، هبقى برضه أنا اللي غالبك، عشان قتلي مش هيرد لك شرف أختك يا مناع. شرف أختي دمها غسل عارها، لكن دمك أنت الزفر، هنجس بالأرض اللي خربتها. مناع، عارف الخنجر ده؟ الخنجر ده مناع، انت فاكره زين؟ خنجر المسموم، المسموم يا مناع. كيف ما قتلت عمي بيه انا هقتلك. يكفاك يكفاك ان انا معرفش انك قتلت عمي. هقتلك يا مناع، هقطع بيه. أقتلك يا مناع! مناع مناع! أقتلك يا مناع! مناع! انت اتصبت يا مناع! ده الخنجر مسموم! ما عادتش تفرق يا دافي. مناع! مناع! الحكومة ناسها في دي الجبل! نضرب عليها النار ولا ايه؟ خلاص يا زازور، ما عادش ليا حاجة عايش عشانها. كل حي يعمل ما بداله. Thank you.
تغريب فيك حاجة يا بنت. مناح هود عم السم حوط فيك ولا ايه مالك؟ بكري خد تغريد واطلع على سوهاج على طول قبل الحكومة ما تدخل، وديها في العلوان دي وهملك كيف يا مناح؟ ده انت بتموت ملك الصالح. روح يلا تغريد. روح يا بكري خليني اجرب. روح رجع الجراح. عيني صرصور. أنا مش خايف. كل ما خوفني الحكومة تحرق جسدي وينشر صوتي في الجرايد ويفضح عيالي ضمن كله. أمان عليك يا صرصور. لما موت لحد جسدي أتركت على راسي يا فندم. الدمار شامل وبيوت كتير طالع منها دخان وجثث القتلى في كل مكان. والدعم الجوي لسه مطلوب؟ لا يا فندم ما اعتقدش اننا محتاجين دعم جوي دلوقتي. الحكاية خلصت خلاص. طيب احنا راجعين للقاعدة. تمام كله تمام يا فندم. مع السلامة. بعد عمل التحريات اللازمة قامت قوات الأمن بالتعاون مع سلاح الجو في حرس الحدود بتمشيط المنطقة بالكامل ومحاصرة المجرمين والتعامل معهم والقضاء عليهم دون تعريض حياة جندي واحد للخطر. وقد تم اقتحام مملكة الجبل والسيطرة عليهم بالكامل وضبط كمية كبيرة من أطنان الحشيش والأسلحة. تعال راجل انت تعرف جثة مين دي؟ ايوه ده من علي حويطي شفت امبارح في العركب اللبسه ده. مين اللي قطع راسه؟ قطع الادام كل الرجاله راحت عليه العوض منك العوض يا رب. بس احنا يا فندم لازم ناخد البصمات ونعمل تحليل الدي ان ايه. بلا بصمات وبلا دي ان ايه هو ده مناع الحويطي. خلصنا. قد تم القضاء نهائيا على بؤر الفساد وقتل افراد العصابات وزعيمهم مناع حسان وجاري التحقيق مع من تم القبض عليهم احياء. مرهان مرتي وحبيبتي وضي أيامي لما يوصلك الجواب دي مش عارف أكون فيه. حياتي أو موتي بيد علام الغيوب.
الصدر بنتي بعتلك آخر وصية. أيوة بنتي يا مروان، آخر ما خبيت عنك من أسرار. نظرة واحدة في عين البت هتعرفي كل اللي قاسته المسكينة أمها الطيبة بسبب السكة اللي مشتني فيها الظروف، واللي عشت عمري كله بحاول أجعلها سكة خير لكل اللي حواليا. لكن الماضي والناس والأيام وقفوا في سكتي زي غلام سدت الطريق وحرمتني من مجرد الحلم بدنيا جديدة. وسط بشر أحبهم ويحبوني، وانت يا مرهان الحلم اللي كنت كل يوم أسأل ربنا ما يصحنيش منه عشان أحتمي تحت جناحك الحنين من برد الليالي وقسوة الأيام. خلي بالك من تغريد يا نرهان، تغريد البريئة الطاهرة مش لازم تتحرم من أبسط حقوقها. الحياة في النور، خليها تعيش مع أخواتها جوا قلبك اللي يساع الكون كله. اغفري لي يا نور، افتكروني كلكم بالخير رغم كل أخطائي وذنوبي وكل الألم اللي سببته ليكم كلكم. ما كانش قصدي، صدقيني ما كانش قصدي غير الخير. وصيلي العيال، مع السلامة. مع السلامة يا أعز الناس. كيف جرحك يا ريس؟ أنا بخير يا صرصور. إيه الحاجات اللي أنا حصلتها من البيت؟ قدرت أهرب منها كأنها قدري. كله ورايا يلا يا رجالة. مش حظ ولا بخت، خلي بالكم بالراحة وهم ومهالك. العمري مشوار صعيب مهلوك على هالي. مش حظ ولا بخت، دم وهم ومهالك. العمري مشوار صعيب مهلوك على هالي.